سلام، معكم كوزين دو شازان. ان شاء الله يا ربي راكم بخير وبصحه جيده. ان شاء الله يا ربي يخلص عليكم عام 2021 بالصحه والهنا. ان شاء الله اللي كان حزيني بعد عليه الحزن، واللي كان ما يعني عنده كش حاجه كش مشكل في الصحه ربي يديرو صحيحته، اللي كان عنده خير ربي يزيد له خير على خير، اللي كان ما عندوش ربي يزيد له. يلا ان شاء الله ربي يعطينا الصحه سختو وتبات العقل والقلب والإيمان والهنا، ويهني سختو بلادنا والبلاد المؤمنين والعالم بأسره. إذن العام الجديد 2022 نبدأه بحاجة يعني منعشة وحاجة شابة وبنينة، اللي هي يعني معروفة، اللي هي التشيز كيك، مي تشيز كيك أو سبيكولوس. بالنسبة لهاد الوصفة أنا استعملت هاد سبيكولوس، ما استعملتش هذاك اللوتوس، استعملت سيتون مارك فرانسيز، سي دو سبيكولوس، هاي لي كلامارك تاعو، وبنين بزاف حقيقه عجبني. هاولي كيفاش يجي لداخل، فوالا هاولي كيفاش يجي، لي تري بون، في هذاك لو بتي غو تاع لا كانيل، وانا تعرفوني نحب القرفه. درت هنايا الباكي يجي فيه هكا، يجيو فيه دو باكي، انا استعملت ان باكي اون فادير اي دمي فور ان مول، هذا ان سيركل بلوتو تاع تقريبا 22 سنتيمتر. انايا ما لحيتوش بالغوبو باسكو علاه يولي يترحى بزاف، انا لحيتو هكا كيما نديرو الفيس قسنطيني بالمهرز باش يقعد لي شغل الشباب ويقعدوا فيه حبات هكا يغزغزو كما حنا نقولو. دوقاتي كان دوبت له هنايا شويه زبده ونطمو بالزبده. بالنسبه لباقي المكونات انا حنستعمل لو ماسكاربون، لا كريم فريش، اي هاوليك لو ماسكاربون، هادي هي لا مارك ديالي في الجزائر، لو ماسكاربون بيتو لا كريم فريش كيري او كريمه اللوتوس، سي اون باتا تارتيني لوتوس. دونك نبداو مع الوصفه. انا لهنايا ندير هنا شويه زبده، فوالا، ونضم سبيكولوس تاعي هاوليك، ما تيدموهش بزاف باسكو يشد روحو، مو بالعقل يعني. انا الكميه حطيت وخلاص، دوبت يعني حطيت شويه باسكو من بعدا راهو رايح يشد روحو. هنا حنزيد شويه يسيبو، هايليك بعد ما رميت الزبده بالعقل ترمو، حتى كي ديروها هكا بين يديكم كيما نديرو كي نحو نديرو مقروض ولا تحسوها بلي شدت لكم. دوقاتيك هنايا نجي نحط بسم الله، داخل لانسيخ هدايا لانسيخ لو سيخ تاعي هدا، فوالا، أو بيان ديرو بيدكم أو بيان هكا فو تاسي، نقولو كلمة هدي جست نقولو أون تاس، حتى نسوي كاملة السطح تاعها، إي جو في لو ميتخ في الكونجيلاتور باش يشد روحو. أونتخ تو إن شاء الله نبداو نخدمو نوتخ تشيز. أو بيان نعطيكم أون أوتخ أستوس، هادي تاع الكسرة لي عندها ولا لي عندو تاع الكسرة خير، باسكو شوفو تقيسلنا، سنفيلميلكم هنا لداخل باش تشوفو، تقيسلنا هنا الأطراف، شوفو هنا بازومبل ندي جهة ماهيش مسقمة، أخزرو ها شوفو كش سقمت، أون تاس كان يقولو ندامي، فوالا هايليك، ونحطو في الكونجيلاتور. هنايا لتحضير كريمة التشيز هدية لي حنديروها في الكيك تاعنا، درت هنا 85 سنتيلتر دو كريم فريش، كريمة طازجة، استعملت اون بواط هاديك فيها 40 سنتيلتر، وزدت لها كان تاني عندي قرعة تاع 45 سنتي. نطلع على كريم فريش تاعي، هنا راني طلعت لا كريم فريش، مي بصح يفو با كال ترونش. واش معناتها ال ترونش؟ ما تقعدوش غير ضربو حتى تتقال وشغل تبدا تدور على هاد لو فوي وتولي كوم لو بور، تولي شغل زبده. دونك هنايا جوست على دوبلي دو فوليوم هاي ليك، ودارت لنا هذاك لو باك. هنايا قبل ما نكمل الوصفه درت ثلاث ورق تاع لا جيلاتين، حطيتهم في ما بارد، خليتهم اون ديرني باش نعصرهم ونضيفهم باش يشد لي لو تشيز. انا نحب نخدم بالاوراق، علاش نحب نخدم بالاوراق؟ الاوراق، الفرق بين الاوراق ولا جيلاتين اون بودغ، اون بودغ ترفد لكم بزاف الماء، يعني تقدر تخسر لكم لونطخومي تاعكم، ولا ميم هادو لي غاتو كيما لو تشيز كيك، هادو لي غاتو سون
sans cuisson. Donc, de préférence, traitement de la feuille, elle est plus sûre. Donc, on dit le batata le mascarpone. نضيف هنا الماسكاربون هاد البطاطا في 250 غرام. نزيد لها تاني كيري. الوغ راني ضفت 10 حبات كيري والماسكاربون اللي قلنا عليه راني ذقته. يعني حقيقة فرق كبير بين الماسكاربون الايطالي، فرق كبير يعني لو غو تاعو ما يخلاش بزاف، مي بون مع الفرماج وكاملة وسبيكيلوس سا فا دوني دو غو. نخبطهم وباش نقعدو دون لو تام تاع لي سبيكولوس. هنا عندي لا باتا تارتيني سبيكولوس. فوالا نوق ندير من هنايا وندوق. حندير المغرفه الاولى نضرب وندوق. الوغ لا جيلاتين باش نضيفها، هنا ديت شويه نيسلي، واحد المغرفه كبيره تاع نيسلي، دوبتها في الميكرووند وضفت لها لا جيلاتين بعد ما عصرتها بيان، نحيت لها كاع المالي فيها وحرحرتها لداخل، باسكو لو كان نرميها هنا لداخل ما تذوبش، تقعد لا جيلاتين هذه تاع الورق. لازم حاجه يعني لا جيلاتين لازم لها توجور سخون، حاجه سخون اليكيد شو ليسونسييل ما تفشي فوق النار، دوب اوغ فو باش تضيفوها. راكو معايا؟ دوق نضيفها لهنا الخليط تاعي هذا ونطلعهم كاع اونصومبل. انا هاد الكيك شغل عبالكم انا هديه على طبيعتي، نكون نخدم الحاجه وفيغ ميزور تجيني اون ايدي نديرها. كيما هذا اللي راح نزيدو ما كنتش دايراتو كامله باش نحطو في الوصفه، مع دخلت ايه وعلاش لا بوغ افوار لو كوتي كروستيون. كيما حنا نقولو ان غاتو لازم تكون فيه لا ماش لو كروستيون اي لو مويلو. هنايا بوغ لو كروستيون واش درت؟ براليني، كسرت له حبات جوز. انا هاد الكيك ما درتش فيه كاع الشوكولا، ما حبيتش نخدم بالشوكولا. الوغ براليني اموند نوا درت، كسرت له ثاني زدت دوق حبات جوز كسرتهم وديت دو ولا 3 سبيكولوس هكا فتتهم، هما اللي محيطوني لو كوتي كروستيون. دوق انا نوزعو هنا كامله على هاد الطبقه تاعي تاع سبيكولوس. الان بعد ما حطيت طبقه الكروستيون نرمي، نحط اون كونتيتي ولي بقى لي حنديرو دي فيغين. فوالا الا نتوما ماشي معولين نديرو فيغين بايزون، تقدروا تنقصوا لا كونتيتي تاع لا كريم فريش. اون فادير ديرو اون بواط. فوالا نسقم. فوالا هاي ليك الكميه اللي قعدت. انا عندي دي بتيت فيغين نحطهم من بعدا ونشبهوهم سبيكولوس و لا باتا تارتيني تاع سبيكولوس. دونك الا ما حبيتوش كيما قلت لكم ديروا دي فيغين، ديروا اون بواط اون فادير دو كريم فريش، هذيك اللي فيها 40 سنتيلتر وزيدوا لها 20، يعني اون تو ديروا 60 سنتيلتر تاع كريم فريش، ولا الباقي خلوه على حاله. الان حنحطها في الكونجيلاتور كي تبرد تماما نجو اون فادي مولي نوتر كيك اونصومبل. هاي ليك انا حطيته في الليل وجدته في الليل باش الصباح ان شاء الله نديموليه. دوك عطيك بيان سور المعلول كي تجبدو هنا باسكو جي با مي دو بابيي، يعني ما كانش عندي. مسحت شويه هكا بكلاسيات، قلبت لو غاتو وجبت لاسيات باش ديموليوه. اللي عندها شاليمو جوز الشاليمو ابان، سينو غير هكا وسيو هكا بيديكم شغل تسخنوا هاد الحديد هدايا. فوالا وساعه ساعه تجربوا كامل تحتها. فوالا ها شوفوها، تبعوني ها، روحوا معاه غير بالعقل. ها وليك كيما شفتو، بسم الله. فوالا ميتنو فا بروسيدي لا ديكوراسيون تاع لو غاتو. شوفوا شحال خرج الشباب، مانيفيك. لو تشيز كيك بدوق سبيكولوس او كو سبيكولوس كو لي زونفون ادور بوكو، يحبوا هذا الدوق وينفي هذا الكو تاع القرفه يعني اللي هو بنين. دونك بور لا ديكوراسيون هاي ليك انايا هذيك لا باتا تارتيني اللي قعدت لي درتها في اون بوشا دوي افيك اون دوي، هذيك كيما نقولوا يعني باش كاع يعرفوها اللي عندها سنان. فوالا جي بوشي كيما راكو تشوفوا، روحوا معاها بالعقل باسكو تلصق شويه. هذه هي اي جي بري لهنايا لو غاتو تاعنا. دونك بلا ما ديروا له هنايا زعما نقولوا ان بو دو كريم ولا غير تحطوه وحده يلصق. هاي ليك جوست هكايا عطيتكم اون ايدي بور لا ديكو. دوك كي نقسموه وزالي انكور ميو فوار كيفاش خرج لو تشيز كيك. هاوليك سبيكولوس بعد ما قسمتو، شوفوا معايا بيان سور يفو فو ان غون كوتو. هاوليك انا اللي قسمت به، لازم يكون موس كبير
واحد. عندكم لهنايا الطبقه هذه الاولانيه تاع لو غاتو تاعنا هاوليك لو سبيكولوس الملحي. هنا عندكم هاي اللي كيتبان، جو في زومي. الطبقه المقرمشه هاوليك مام حبيبات الجوز راهم يبانوا. وعندنا بيان سور طبقه الكريمه الكبيره هي اللي هي طبقه هذه التشيز، الطبقه الكريميه. وعندكم كي تقسموا لو غاتو ثاني شوفوا كلش راهو باين، يعني سي تري جولي. و بيان سور راكو في لو تام تاع سبيكولوس، لو غاتو هنايا، لا باتا تارتيني، لو تو ان توكا. ان شاء الله يا ربي الوصفه تعجبكم، جربوها، الي با مال، الي ديليسيوز، يحبوها يعني الاطفال، يحبوها ثاني كيمام كبار يموتوا بزاف على سبيكولوس. من هذا المنبر نقول لكم مع السلامه، ما تنساوناش بدعاوي الخير. سيتي كويزين دو شازام، مع السلامه.